الإدارية هي عشان ندخل الاثنين يعني دي رئيس جامعة الإسكندرية بالتكليف الأخ والصديق الأستاذ طبعا الفاضل أحمد بيه الوكيل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأخ وأيضا الصديق الأستاذ الدكتور والعزيز أيضا صديق رئيس نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأخ العزيز الدكتور سمير كامل أساتذة الكرام وأستاذ الفاضل الدكتور محمد عبد الله أو مداء الكلية السابقين نواب رؤساء الجامعة حبايبي وأصدقائي أعضاء هيئة التدريس والإخوة المعيدين وأبناء الطلاب وأساتذتي كلهم اللي قاعدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا لن أتحدث كثيرا يمكن الواحد سعادته بنقول برضو ابننا وفي نفس الوقت مش عايزين واحنا أساتذته أكيد الدكتور خالد ويمكن الواحد دائما ما يتمنى أن يراه أفضل منه بكثير هو الطالب وانت يعني زي ابنك بالظبط فالدكتور خالد هو نموذج مشرف لنا جميعا نحن كأساتذته بالتأكيد وقسم الاقتصاد وكلية التجارة بتفتخر أن هذا الابن الشاب يمثل نموذجا لمصر المستقبل فهو يسعى بكل طاقاته لأن يؤدي المهمة بالرغم أنني يعني اقتصاد ولكنني لن أتحدث كثيرا لأنه هو صانع سياسة وحينما رأيت هذا العنوان فقط خضع بعض لعل الدكتور خالد بإذن الله يشاركنا في الإجابة عليها السياسات الاقتصادية تحت العنوان بتاعها والمشروعات اللوجستية نحن في معقل كلية التجارة وصانعي سياسات أيضا على مستوى الدولة التساؤل الهام لأن هذه المشروعات هل السياسات الاقتصادية التي يتم تصميمها الآن تختلف في جوهرها وفي فلسفتها وفي أدائها عما كانت سائدة لتحدث النقلة النوعية الكبيرة لأن إذا كانت السياسات التي كانت سائدة عملية التغيير فقط هو في آلياتها وأدواتها فلن تستطع أن تنقلنا نقلة نوعية تسمح ببناء مصر المستقبل. مصر المستقبل محتاجة تغيير جوهري في الأفكار يمكن الدكتور خالد يمثل نموذجا لهذا التغيير لم يعد مقبولا أن نسير بآليات سبق وأثبتت التجربة أنها لم تستطع أن تنقلنا نقلة نوعية. الجزء الثاني اللي هو طبعا من ضمن الآليات أو الأشياء في السياسات الاقتصادية اللي موجودة نحب نستمع عنها لأن بالتأكيد ودون أي مبالغة حتى أنا على المستوى الشخصي وأي باحث اقتصاد لم تكون لديه كم المعلومات عن قناة السويس الجديدة والمشروعات اللوجستية اللي أنا أعتقد أن فيها مستقبل مصر وأنها أداة هي القادرة على حدوث النقل النوعية لأن الدكتور خالد شارك وصنع ولديه فهو ناقل جيد مش جيد كمان هو صانع هذه المعلومات فبالتالي نتمنى أن نسمع اليوم ما لم نسمعه في الصحف خاصة نحن في معقل علمي وبالتالي لن أتحدث كثيرا وكل اللي نقدر نقوله إن احنا في هذا المعقل كلية التجارة كلنا بنفتخر بيها وكل واحد فينا يمكن الميزة الأساسية في هذه الكلية أنه مهما اختلفنا فنجد أن طوبة طوبة من هذا المبنى قد صنعناها أجيال متعددة وأن الجيل يحمل المسؤولية للجيل الآخر ولم نتعول رفاقا في هذه الكلية في أي زمن من الأزمان فكانت المصارحة والشفافية هي سلوكنا وهي منهجنا في هذه الكلية كل اللي أقدر أقوله حمى الله مصر من كل مكروه ونتمنى لأسرة كلية التجارة ولهذا المكان الذي نعتز به جميعا أن يكون دائما في الأعلى ودائما نموذج داخل جامعة الإسكندرية التي نكن لها كل شكر وتقدير حمى الله مصر دائما وتحيا مصر زي دائما ما بنختلف